بالوقت يا نسيم. نسيم مش غلطان بالأشخاص، غلطان بالوقت. أنا غلطان بحساباتي، ما عرفت. أنا ما بعرف، أنا شخص ما بعرف ما اختار. ما تختار مين؟ تكلم عن حد هنا؟ ما بعرف اختار أنا. حد مضايق. بس حلو إنه جاء في وقته بس. حلو. والله مش زعلان على حد. مش زعلان على حد، بس زعلان على طيبة قلبك. على نفسي. نسيم طلع فيه، مش الأشخاص اللي بهون شيء، توقيتك بو شيء، توقيت الأشياء اللي بتعطيها توقيتها بس غلط. وحياتك في أوقات بتنحمل كلماتك، أوقات ما بتنحمل. أنا عم خبرك، مش لأنه أنت بك شيء، بس التوقيت بدك تفكر هون إذا بتنحكى الكلمة أو بتنحكى. أنت في حد مزعلك؟ يعني أنت في حد عمل موقف مزعلتك فعشان كنت شفت كده؟ ما لأنه أسير سوري بوقتها ما كان وقتها، وقت اللي انحكيت الخبرية. بكرة بنحكي ونشوف إذا أنت صح عم تحكي، لأنه في 50% صح من كلامك. ما بعرف إذا صح كله أو لا، ما بعرف. بكرة بنوضح، بس بليز أمانة ما تحكي لحد. وحياتك مش أحكي، بس عم بحكي كرمالك والله العظيم، عم بحكي كرمالك. مش الأشخاص، يعني عباس بيعرف إذا حكيتك كلمة بوقت مش مناسب هياخد على خاطرك، هتحكي كلمة أنت مش قصدها يمكن، بس من تعصيبك بوقت أنه مش بوقت أنت. مزبوط ولا لا؟ كمان لاحظت أنه ما في أي شيء، ما في أي شيء. المعاملة اللي بعامل بيها الناس ما بتعامل بيها. طب مش كل الناس مثل بعضها بتعامل بعضها بك يا نسيم؟ أنت ما بفكر مثل ما بفكر فلان، مثل ما بفكر أنا، مثل ما بفكر عباس، ما عاد بفكر مثل التاني. أنت تعامل بطبيعتك، كل واحد بيهتم بطريقته وزي ما الناس بقى تشوف. أنت معود كثير تهتم، أنت معود كثير تهتم، مش العالم كله مش هيك تهتم. طريقة معينة انت بدك تلاحظها بس، فهمت علي؟ مش الناس الغلط. بدك تفهم شغلة، خليك فكر قبل ما تتصرف، فكر قبل ما تسرع. توقيت اللي عم تحكيه غلط. قلبك طيب وبتهتم وبعرف وبتحب من قلبك، كلنا بنعرف هالشيء، بس بدك لأنه أنا ركزت على شغلة اليوم، عرفت ليش زعلت؟ توقيتها مش مزبوط كان، عرفت؟ يعني قلتها مرة اثنين ثلاثة تخلص. رفايل كتير عم بيزودها بي حركته مع حنان، مع نسيم. مع نسيم؟ رفايل؟ انه هيك هي المشكلة صارت مع نسيم، مش هيك زعلان؟ مش هيك نسيم زعلان. ليك رفايل بيأذي وما بيعرف هذا الشيء. حاب اوصل له اياه من اول مرة، قلت له مشكلتك رفايل انك كتير مهضوم. هاي مشكلتك الوحيدة. نسيم هلا مدبرس من ورا انه رفايل قال له شيء. I don't know بس I think no it's about that. يعني هضمتك كثير بتقلبها كاركترك في المهضوم كله بالاكاديمي هيدا، بس تلاقيه مع اشخاص بيفيدك لقلك وبيخليك تكون بوزيتيف، يعني بيخليك تحس على طول انك متفائل وكذا مع اشخاص معينه، خليك بجون لانه هن بيريحوك هيك وهن مرتاحين معك هيك. اذا اشخاص بيأذوك ما عم بقول عن هذا الموقف، اذا اشخاص هالاشياء كلها اللي فيك المهضومه والحلوه اذا اجتهم هي بتبقى مشكلة منهم هن مش منك انت. خلص ما نفع. بني مروان وكون متأكد انه رح تصير لي مرة تانية، مش من نفس الشخص، من شخص تاني. شوفي